الليجن اللي تنصبت وساو فيها دي كوميسيون ثلاث كوميسيون، واحدة راح تتكفل ب لا فورماسيون التكوين الابتدائي والتكوين المتوسط. هذه النقطة مهمة جدا لأن التكفل بهذا الداء كان غير مدروس بحقيقة المعنى. ثانيا لا كوميسيون ايبيديميولوجيك، هذه باش نعرفوا عدد الجزائريين المصابين بهذا الداء. واللجنة الأخيرة هي اللي راهي تقوم بأن اوديت دي ستركتور.